بدأت أول ليلة من ليالي تجديد الاستعدادات الأمنية في الكاظمية لاستقبال زوار الإمام موسى الكاظم، ومع أن الكاظمية شهدت قبل أيام قليلة اعتداء مسلحا بقذائف الهاون، إلا أن هذا الاعتداء قد لا يكون الأخير بحسب لجنة الأمن البرلمانية. لدينا معلومات استخبارية، هناك من يحاول أن يستهدف بعض المناطق وليس في منطقة الكاظمية، إنما سوف هناك معلومات ستستهدف مناطق أخرى كمدينة الصدر والشعلة. مجلس محافظة بغداد الذي توقع أن يصل عدد الزائرين إلى 10 ملايين أكد اكتمال الاستعدادات لخدمتهم، كاشفا عن نية لتنفيذ مشروع توسعة الإمامين الجوادين لاستيعاب الزائرين في الأعوام المقبلة. تفاجأ في كل عام بازدياد زوار العتبة الكاظمية المقدسة في الزيارة الرجبية، والاستعدادات كل سنة تزداد لهذه الاستيعاب هذه الزيارة. لدينا تخصيص 200 مليار لتوسعة وتطوير مدينة الكاظمية، وتم إجراء المسابقة لتطوير هذه المدينة. وتتعرض المناطق المقدسة بشكل شبه دائم إلى عدد من الهجمات التي تزداد شدتها عند كل مناسبة دينية، بينما تحاول الأجهزة الأمنية مواجهة تلك التهديدات بنشر أعداد كبيرة من أفرادها وتغيير خططها بشكل دوري. أيسر جبار، السومرية.